السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسبب ضعف الكهرباء اللي عندنا احنا بالعراق توصل 180 توصل 170 وتوصل 160، وايضا الكهرباء 190 هي كهرباء غير جيدة. فاحنا راح نحول هاي ماكينة اللحام الولدنج اللي هي بيها بداخلها محول، نخليها تضاعف لنا الجهد، تزيد لنا تحولها يعني زيدنا 30 فولت او زيدنا 20 فولت. وطريقة رابطها إن شاء الله راح نتعلمها اليوم، شلون طريقة نربط المحول اللي بداخلها ونخليه يزيد لنا الجهد. يعني نقدر نشغل عليها مكيف، نقدر نشغل البيت، نقدر نشغل إذا عندنا مثل ماطور زراعي نريد ننطي فولتية زيادة 180 نريد ننطي فوق 200. فالطريقة إن شاء الله راح تكون بسيطة وسهلة، وتابعوا وياي. إذا تلاحظون هذا النوع هو نوع ضخم من نوع مكاين اللحيم. طبعا هي هاي ليش انا شرحت عنها، لان هاي موجوده بكثره بالسوق، بس حاليا ما حد يستعملها، سعرها رخيص وتقدر تشتريها من اهل العتيق. طبعا موجوده عندهم رخيصه، كل سعرها جدا رخيص. فهسه راح نفتح الكفر مالها، هذا نفتح القبض اللي فوقها، هاي المكونات اللي بداخلها. هذا المحول ضخم جدا ضخم، وبيفان هنا موجودة للتبريد لتشغيل، هذا هنا سلكتر مال تشغيل وتطفئة، تقدر أيضا تتحكم به ونستفاد به بال. فهنا أول خطوة راح تسويها، وعندك هسه احنا عندنا ملفين، هذا الملف الابتدائي اللي تدخل الكهرباء الرئيسية 220 الكهرباء الوطنية 220 أو 180، المهم هذا الملف الرئيسي. هذا الحديد هو ناقل لنا للكهرباء، وهاي هنا مضاعفة الجهد، مضاعفة الكهرباء راح تصير بهذا الملف الثاني، هذا الملف الثانوي. هنا عندنا هذا هو الملف جدا سميك وقوي ويتحمل الكهرباء، اذا تشغل عليه مكيف او مكيفين. هنا عندنا شيء الموجود، موجود السنتر تاب او التشنجر مالها، هذا اللي يعلي لنا الامبيرية ويخفضها، موجود بهاي الجهة. المفروض هذا تشده لحد ما ينسحب للأخير، يعني يعطينا أمبير عالي، ما يعطينا أمبير منخفض. حتى من نريد نشغلها راح تجينا أمبيرية قوية بأعلى ما يمكن، نسحبها بهذا الشكل اللي هنا. يعني من تريد تلحم يصير على الهرش، من تريد تشوف هنا وتريد تدمج، أنا دمجت الأسلاك صار عندي هرش، قامت تهرش الماكينة تقطع قطع الحديد، يعني هذا على امبير تمكنت من عده. ما راح نغير بها اي شيء هنا، السلكتر هذا قوي ويتحمل الاسلاك هاي اللي تشوفونها، السمك مال السلك، الوايرات جدا قويه غليظه تتحمل الامبيريه العاليه، المكيفات تتحمل بيت ومكيف، والمحوله ضخمه ايضا، والتبريد موجود وكل شيء بها نظامي. هسه الخطوه هي الاولى اللي موجوده، احنا عندنا هذا ال 220 فولت اللي موجود، هذا الكيبل 220، هذا ايضا كيبل بيها حتى تتحمل امبير عالي. طبعا هذا الكيبل هو من شركه ما نخلي. بالمناسبه هاي المحوله، هذا الترانسفورمر اشتريته ب 2000 دينار، هاي كلها ب 2000 دينار من ابو العتيق، يعني فد شيء رخيص كلش رخيص. و إذا تروحون للمجمعات هاي المجموعة بها أهل العتيق تلقون عندهم هواي من هاي المحولات موجودة، وتقدر تستخدمها ترفع لك بها رفعة واحدة 30 فولت أو 20 فولت، تزيد بها الكهرباء كلش كافي وما راح تأثر على البيت. فهنا عندنا اللي موجودات، موجود عندنا السلك هذا الحار مال اللحيم، وهذا البارد، هذين موجودات هنا. موجود هنا بالواجهة هاي السلكتر هنا موجود 230 عفوا 380 فولت و 220 فولت هنا موجودات، والصفر هذا التطفئة، ذن ايضا يفيدنا بالتشغيل ايضا نستخدمه. الكهرباء المدخل مال الكهرباء هذا الكيبل الرئيسي راح نستخدم من عده طرف، اي طرف نستخدمه عادي. نفرض نستخدم هذا الكيبل الخط الازرق، ربطنا ويا مكان لحيم البارد، اربطه بهذا الشكل. الكهرباء راح تدخل نفس ما دخلت، يعني نفس الدخول العادي اللي هو اول مره هنا موجود، هنا الحار والبارد نفس الشيء. نعتبره هذا الكابل هو الرئيسي اللي راح ندخل الكهرباء به، هذا الشكل هنا
الحار او البارد نفس الشيء، ماكو اي فرق، لان هي الملفات معزوله بهذا الشكل. وهذا عندنا ظل الطرف الثالث هنا موجود، الثاني مال هذا اللحيم، ونشغل كهرباء وراح اراويكم وافحص شنو الكهرباء ايش قد موجوده. هسه ابدا بالتشغيل، اذا تشوف المروحه اشتغلت، خليتها على 220. الكهرباء هذا الكيبل الرئيسي اللي تتخلى الكهرباء، نربط واحد من الخطوط ويا المخارج مالات اللحيم مال المحوله اللي نلحم بين الحار والبارد، ذن الاثنين اربط هذه الجهه او هاي الجهه، اي جهه اربطها ويا الكويل. طبعا الكويل معزول، لا تخب حديد ولا تخب اي شيء، هنا معزول عزل، هنا موجوده عوازل ولا ينتل ولا اي شيء. فاذا نفحص هسه احنا الكهرباء، الرابط وين راح يكون؟ الرابط راح يكون على هذا الخط مال الملف الثاني، وعلى هذا الملف المدخل مال الكهرباء 220 المعزول الثاني، هذا المشترك ما اربط عليه، راح يكون بهذا الشكل. الكهرباء اذا تشوفونها 217 و18، بس هي الكهرباء الوطنيه الرئيسيه، هاي الكهرباء الرئيسيه، شوف ايش قد الانخفاض موجود، 180 الكهرباء 180 فولت، يعني ضعيفه كلش ضعيفه عندنا 180. من انطيتها رفعه شغلته، زدت رفعه 30 فولت هنا من الملف، فاداني بزياده الفولت الى 30 فولت، يعني هال 30 يسوي فرق وايد، يسوي فرق. فاستفاديت من هاي ماكينه اللحين بدون ما اغير اي شيء بها او بنظامها، هي انا حطيتها بس مجرد ان الملف هذا اللي الحم به دمجت واحد ويا الكهرباء الداخله، استخدمت صار عندي هذا السنتر هنا، هاي الرفعه الاولى تعتبر هي هاي رفعه اولى باعتبار فادتني ب 30 فولت. اذا اريد اقللها احول السلكتر على 380 بهذا الشكل، راح تقل الكهرباء عندي، راح تصير رفعه تقريبا ايش قد؟ 206، قلت 10 فولتات هنا من حولتين، لان الملف صار به زياده فقلت الفولتيه. انا احتاج على هذا على ال 220 حتى احصل 308. طبعا هاي الفولتيه عاليه، الامبير جدا عالي، لان السلك هنا مثل ما تشوفونه السلك مال اللحام مال الولدنج جدا قوي اللي مخلينه، والسلك مال اللف الابتدائي مال المحوله ازيد من ملف العاكسه، يعني ملف العاكسه هو يشغل 2 طن، هذا شفت السلك ماله اكثر من 2 طن. بالفيرني هسه راح اقيس السمك مال الملف هذا، بس اول شيء اطفي الكهرباء ونقيس السمك مال الملف. اثنين ونص، اثنين ونص ملم، يعني الملف يتحمل اكثر من طنين. هذا اذا تشوفون السمك مال السلك مال اللافين بيه، شوف الفرق عن الاصبع ايش قد، سيمة جدا متينة تتحمل حمل. وايضا السلك الثاني الرفع الثاني هذا ما يحتاج نقول الحديد، هذا يعني مسوينه تقريبا بالعشرة، بالعشرة 10 ملم. فهاي ماكينة اللحام هي ماكينة جدا جدا مفيدة بالرفعة بزيادة الفولتية. انصحكم اذا واحد لقى من هاي الماكينة مالت اللحيم او موجودة بسعر رخيص يشتريها ياخذها، ويربط الطريقة اللي شرحناها توصيل هنا مركزية تسوي له نقطة صفر بين الكويلات الكهرباء الرئيسية وتدمجها ويا الملف الثاني، تعتبره تسوي رفعة. الشيء اللي حابة اوضحه، الشيء الثاني اللي موجود هنا، اذا غيرت الملف هذا شلت هذا السلك وخليته بمكان هذا، راح الكهرباء تنخفض تقل تصير خافضة مو رافعة. هسه راح اسوي لكم طريقة، اغير هذا السلك اللي موجود هنا، هذا السلك اغيره اربطه ويا هذا السلك بهذا الشكل، وهذا راح اوفه، ودخل الكهرباء الرئيسيه الكهرباء الوطنيه على نفس المكان بهذا الشكل، وافحص التخريج ايش قد راح يصير عندي. هسه راح اعطي كهرباء اشتغلت، وافحص الكهرباء الخارجه صارت 140 140 فولت. طبعا بالمناسبه اذا طفينا
السلكتر هذه الكهرباء تبقى ترجع نفس الكهرباء راح تعبر. يعني هسه راح استخدمها رافعه، رافعه الجهد، ازيد الكهرباء اسويها 220 بهذا الشكل. هاي الكهرباء الرئيسيه، مكان التخريج هو نفسه هذا راح يكون، وهاي الحار والبارد هنا ذني الاطراف بهذا الشكل. 207 اذا اطفيها راح تعبر الكهرباء نفسها الوطنيه، الكهرباء الوطنيه هاي 180. واذا شغلت السلكتر مالها مال ماكينه الهام راح ازيد الكهرباء 210، يعني انت تتحكم بها من هنا تزيدها وتنقصها. راح اخلي هذا المصباح حتى تتاكدون من الزياده، تشوفونها شلون تصير الزياده الخفض والرفع مال الفولتيه. هسه خليت مصباح راح اشوف شلون القوه راح تصير زياده. هسه هاي الكهرباء هي 208 بالرفعه، الرفعه هذا الكويل اللي ضفناه للزياده. هاي الكهرباء العاديه 175 كهرباء الوطن طبعا تراوحيه، ومن اسوي رفعه ازيد لها رفعه راح تصير 207. طبعا الكهرباء عندنا مو ثابته بسبب تشتغل المكيفات وتطفى، واذا خلي على 280 راح تكون الرفعه اقل، راح تكون 197 او 98. فهاي الزياده، وهذا طبعا انا اشتريته راح اخليه عندي مكيف، راح اخليه له على مود الشغله لان الكهرباء منخفضه وايضا يصير للبيت. الطريقه هاي ناجحه، استخدموها. الفان هنا موجود، اكو فان للتبريد، الملف جدا ضخم مالها يستاهل واحد يشده. ان شاء الله تكون استفاديتوا من هذا الشرح وهاي الطريقه، هاي طريقه بسيطه لا راح تفتح ملف ولا راح تشد ولا اي شيء، مجرد تربط خارجي، لكن هو توضيح وشرح لكم حتى تستفادون. ان شاء الله تكون استفاديتوا، وشكرا لكل من شاهد الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.